هنتكلم في الفيديو ده عن اخر سبب من اسباب التنميل والخذلان في الايدين، وهو اسرافيك اوتلت سندروم. اسرافيك اوتلت سندروم عبارة عن جروب اوف سندرومز بيحصل فيها ضغط على نيورو باسكولار باندل في اسرافيك اوتلت. والنيورو باسكولار باندل بتتكون من البريكيال بليكسس والساب كليفيان ارتري اند ساب كليفيان فين. هم عبارة عن 3 سندرومز على حسب المنطقة اللي بيحصل فيها الكمبريشن. اول سندروم هي الاسكالين انتيريور سندروم، بيحصل فيها الكمبريشن بين الاسكالين ميدياس اند اسكالين انتيريور نتيجة اسبازم او تنشن في العضلات دي. تاني سندروم هي البكتوريالس ماينور سندروم او الهايبر ابدكشن سندروم، بيحصل فيها الكمبريشن بين البكتوريالس ماينور تندون والكراكوي بروس نتيجة تنشن في البكتوريالس ماينور او هايبر تيفوز. ثالث سندروم هي الكوستو كلافيكولار سندروم، بيحصل فيها الكمبريشن بين الكلافيكل والفيرست ريب. اما عن سبب الثوراسيك اوتلت سندروم ففي كذا سبب. اول سبب هو البور بوستشر لفتره طويله زي ما بيحصل في بعض المهن، مثلا زي الناس اللي بتشتغل في الكمبيوتر تايبنج بيقعدوا في وضع بيحصل فيه دروبنج اوف ذا شولدر اند فورورد هيد فليكشن، او الناس اللي بتشتغل في مهن فيها اوفر هيد اكتيفيتيز لفتره طويله زي مثلا المبيض او الكهربائي بيحصل لهم حاجه اسمها هايبر ابدكشن سندروم، او الناس اللي بيشتغلوا في مهن فيها حمل اشياء ثقيله ده بيسبب كونستانت ماسل تنشن للشولدر جيردر. تاني سبب هو التروما زي مثلا الويبلش انجري، ده بيأثر بالذات على الاسكالين ماسل. تالت سبب هو ان بيحصل ضغط على النيورو فاسكولار باندل من الخارج زي مثلا حاله السيرفايكال ريب او البانكوست تيومر او اللونجيت ترانسفيرس جوسز اوف سيرفايكال 7 او البون اوفر جروس اللي بيحصل بعد فراكشر للكلافيكل او الفيرست ريب. ممكن كمان ثوراسيك اوتلت سندروم يحصل مع الحمل او مع زياده الوزن. اما عن الاعراض فبتنقسم لمجموعتين، اعراض نتيجه الضغط على الاعصاب واعراض نتيجه الضغط على البلاد فيزل. اول مجموعه من الاعراض نتيجه الضغط على الاعصاب، في منها سنسوري افكشن وفي منها موتور افكشن. السنسوري افكشن العيان بيحس بضل ايكنج بين في الرقبه والكتف والدراع، والالم الالم ممكن يمتد للفور ارم الانر سايد وممكن يمتد للهاند الانر سايد برضه والفورث والفيفث فينجر. ممكن يحصل مع الالم تنميل وخذلان. اما الموتور افكشن بيحصل ويكنس اوف ذا افكتد ماسل. تاني مجموعه اعراض بتحصل نتيجه ضغط على البلاد فيزل، بيكون الافكتد هاند اسقع من الايد الثانيه وممكن لونها يتغير سواء بتزرق يعني بلويش ديسكولوريشن او بتبيض يعني بتكون بيج. والعيان كمان ممكن يشتكي انه بيحس بفتيك في دراعه وايديه بعد ما بيشتغل بيه، وممكن كمان يشتكي من ضعف وتقلصات كروديكيشن بتحصل في دراعه وايده. ومع الفحص ممكن نلاقي البالس على الناحية الافكتد ضعيف او ابسنت. مع الفحص بنلاقي كذا نقطة، ممكن نلاقي الاكسترنال ساينس مثلا تغيرات في البالس انه يكون ويك او ابسنت او الكولر تشينجز او السويلنج او الكولد هاند. كمان في بروفوكيتيف تيست هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شوية. ممكن كمان نعمل ايمجنج تكنيك زي اكس راي او سي تي عشان نشخص السبب زي سيرفايكال ريب او بانكوست تيومر. ممكن كمان نعمل دوبلر عشان نقيم البلاد فيزل. ممكن نعمل رسم عصب ورسم عضلات عشان نقيم النيرفز. هنتكلم عن البروفوكيتيف تيست بالتفصيل. اول اختبار اسمه ستريس ارم اليفيشن تيست، العيان بيعمل زي الوضع اللي شايفينه في الصوره وبعدين بيقبض ايده ويفكها لمده 3 دقائق. لو حس تغيرات في ايديه زي مثلا حس التعب جامد او تغيير في لون الايد قبل 3 دقائق ده بيعتبر اختبار بوست. تاني اختبار اسمه الادسون تيست، ده عشان نشخص الاسكالين سندروم. الاكزامينر بيحس بالراديال بالص على الافكتد سايد للعيان، وبعد كده العيان بيعمل زي ما احنا شايفين في الصوره، الارم بيكون ابدكتد واكستندد واكسترنال روتيتد، النيك بتكون اكستندد، الهيد بتكون تلتد ناحيه الافكتد سايد، والاختبار بيعتبر بوزيتيف لو البالص اختفى. ثالث اختبار اسمه كوستو كلافيكولار تيست، الاكزامينر بيحس الراديال بالص على الافكتد سايد للعيان، وبعدين الاكزامينر بينزل الشولدر اوف ذا بيشنت لتحت ويرجعه لورا زي ما احنا شايفين في الصوره، وبيعتبر الاختبار بوزيتيف لو البالس اختفى. رابع اختبار اسمه الالين تيست، ده الاكزامينر بيعمل بيثني كوع العيان 90 درجه وبيفرد كتفه ويعمل له لاترال روتيشن وبعدين يحس الراديال بالس، وبعدين يطلب من العيان انه يلف راسه الناحيه الثانيه. لو احس مع حركه راس العيان ان البالس بيختفي ده يعتبر بوزيتيف تيست. اما عن العلاج، اول حاجه في ميديكال تريتمنت، ممكن ندي العيان نون سترودال انتي انفلاماتوري ماسل ريلاكسنت. ممكن كمان نعمل فيزيو ثيرابي، فايدته ان احنا بنخفف التنشن بتاع المصل وبنصلح البور بوستشر، وده عن طريق تمارين الاسترتش وتمارين التقويه وكمان عن طريق التنس وعن طريق الهيت ثيرابي. ممكن نلجا للسيرجيكال تريتمنت في الحالات اللي ما بتستجيبش للعلاج الدوائي او العلاج الطبيعي. هو
فوق ده بيبقى ايه؟